أسعد الله أوقاتكم. وردنا الآن بأن التحقيقات الأولية في أعمال الشغب التي تحصل منذ مدة في المدينة وراءها سيدة لا تزال هويتها مجهولة حتى الساعة. وقد أشارت المعلومات إلى أن الدليل الوحيد المتوفر لدى الأجهزة الأمنية والذي يسير خلفه التحقيق هو وشم على يدها اليمنى عممت الأدلة الجنائية صورة عنه. فهل سيكون هذا الدليل كافياً لمعرفة هويتها وصولاً إلى القبض عليها؟ الساعات المقبلة كفيلة بكشف الحقائق. وبالانتقال إلى الملف السياسي الداخلي، فقد التقى رئيس البلاد نظيره الصيني وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. أنا ببعدت مش أنا يا عمري يا روحي أنا يحرم ع روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا وحدي غيرك تسكنا. أنا ببعدت مش أنا يا عمري يا روحي أنا يحرم ع روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا وحدي غيرك تسكنا. والليل بدنا نولعه وحدي بدنا نودع يا ليل كرمالي كل يوم كل لحظة بعمري إليك كل لحظة بعمري إليك. عيوني مشتاقة إليك مشتاقة أتمنى لك اليوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إليك كل لحظة بعمري إليك. والليل بدنا نولعه وحدي بدنا نودعه يا ليل كرمالي تعا روح وتركني معه. حال عيونك في حلا دقة قلبي مكملة انتي اجمل مرة بحياتي بقابلها بحياتي بقابلها. عيونك في حلا دقة قلبي مكملة انتي يا اجمل مرة بحياتي بقابلها بحياتي بقابلها.